هيكونوا متميزين على مستوى عالي جدا. سؤال اخير واسف على الاطاله, رئيس المقاوله المهندس هاني ابو ريده. رئيس لجنه المقاوله المهندس هاني ابو ريده لجانه هو ما استكملش لجان المقاوله بشكل كامل. احنا عندنا اكتر من 10 لجان في المقاوله, احنا كنا مفترض 12 وفي لجان هتنضم, لكن ان شاء الله باذن الله كل ده المفروض انه يعلن عنه في مؤتمر عشان يكون اتبلور كمان قدام الناس ايه الموضوع. انا عايز اقولك ان في يعني مجهود غير طبيعي في المسألة, انت لما تيجي تشوف هتلاقي حاجات يعني ان شاء الله تبهرك. ان شاء الله باذن الله. امتى المقاوية؟ لا احنا خلاص احنا اعتبارا من سبتمبر اكتوبر نوفمبر ننتهي ان شاء الله باذن الله في ديسمبر, الاربع شهور الاخيرة ان شاء الله باذن الله من السنة هيكون كل الايفنتات وكل الفعاليات ان شاء الله. مهندس هاني ابو ريده ليه منافس في انتخابات اتحاد الكورة؟ لا انا بحكم ان انا رئيس اللجنه الانتخابيه ما 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 ماليش تعليق, لكن الحقيقه نتكلم عليه بره. مهندس هاني ابو ريده النهارده هو اقدم اعضاء الاتحاد الافريقي, مهندس هاني ابو ريده هو اقدم اعضاء الاتحاد الدولي, يعني هو السينيور ممبر بتاع الاتحاد الدولي وبتاع الفيفا النهارده, فهو بيمثل مصر وافريقيا تمثيل مشرف في الاماكن دي وده المهم بالنسبه. هل كان يجوز المهندس هاني ابو ريده يخوض انتخابات الاتحاد الدولي واللجنه الخماسيه اللي موجوده مش احمد مجاهد, ولا كتبقى الامور صعبه؟ تساله ماشي لما اشوف. لا هي ما يعني بص لا ما عشان طبعا ما كانش ممكن, يعني اللجنه الخماسيه طبعا كانت ما حدش كان هيتاخر. لا انا ما قلتش يتاخر, هي لا ما حدش كان هيتاخر, لكن قول ان هم المفاتيح ما كانتش هتبقى اسهل بالنسبه لهم. اللي عارف انت لما اكون انا ممكن اجي اقعد معاك وانا ما اعرفش ان انت اخوك مثلا مترشح, فاقول كلام قدامك ممكن يضر او ينفع, ممكن يكون الوعي بالمساله ما كانش هيبقى موجود. هل ممكن مصر تستقبل كاس عالم في يوم من الايام للكبار؟ اتمنى ان شاء الله باذن الله ان ده يحصل ان شاء الله. لو حصل ده هبقى انا اللي موجود رئيس اتحاد باذن الله. هتبقى ده هتبقى انت موجود كرئيس اتحاد وهو كاس العالم هنا. ها ان شاء الله, بس مش هتبقى انت رئيس وهو جاي. صح كده. ان شاء الله مصر تقدر يعني تستقبل اي حاجه, مؤسسات الدوله مؤسسات قويه والحياه البنيه التحتيه رائعه. باشمهندس بتمنى لك كل التوفيق الحقيقه, يعني ادائك الفتره اللي فاتت اداء جيد جدا, انت والمجموعه اللي معاك ناس كلها ناس محترمه. نتمنى التوفيق يا رب للجميع كده وصالح الكره المصريه, وكل الشكر للكابتن وجيه احمد عامل الحقيقه اداء. هو ايه الكابتن وجيه معاك على الايربيس ولا ايه؟ لا كلم الناس في الكنترول. قال له لا بهزر طبعا, بس هو حبيبنا الحقيقه, وتحمل ضغوط في دي فقره يوميه يعني. انا وهو الخناقه في الاتحاد دي كابتن وجيه, لا دي فقره يوميه. شخصيه محترمه, شخصيه جميله. بشكرك كابتن احمد, شرفتنا ونورتنا. انا اللي الشرف كابتن سيف. ان شاء الله باذن الله نعمل معاك لقاء كده ومصر مستضيفه كاس العالم ان شاء الله يا رب باذن الله, وكلنا نبقى يعني داعمين. طالما قلت يعني هبقى موجود فهمت انا الدنيا ماشيه ازاي. ان شاء الله خير. لا بقول لا على اعتبار ايه, ما هو مش هيبقى بقى الكابتن هاني هو اللي موجود طبعا, هيبقى هم اللي موجودين برضه يعني. انت نويت على طول كده؟ لا طبعا. يلا.